بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطلبات الصف السادس الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم مع برنامج مدرسة على الهواء. النهاردة إن شاء الله ناخد آخر سيشن معانا في الألجبرا اللي هي الفاينل ريفيجن. هنبدأ أول حاجة هنا التشوز، والتشوز هنبدأ مع الإكزامبلز اللي هي ظهرت معانا في الامتحانات. إيه الامتحانات اللي ظهرت معانا الفترة الأخيرة؟ أول حاجة لما بيقول لي if the equation of two straight line x plus 4y equal 7 والإيكوجين الثانية 3x plus ky equal 21 or infinite solution. طيب طالما infinite solution يبقى بالنسبة لي هنا أدي الx وهنا 3x، يبقى عملنا multiplying 3 يبقى نعمل 4 times 3 هيبقى 12، يبقى الكي عندي ب 12، يبقى نجيبها ببساطة قوي كده. طيب بيقول لي example 2 كده point of intersection of two straight line y equal 3 x minus 2 equal 0. طيب نودي ده هنا يبقى الx بقت عندي equal 2. طيب يبقى البوينت اوف انترسكشن يا مستر، تمام، يبقى عندي اكس واي، الاكس جبناها 2 والواي هم ادالي كام؟ 3، يبقى 2 اند 3. تمام ده اكزامبل كده في التشوز. طيب لو جالي اكزامبل كده بيقول لي ذا بوينت ويتش ساتسفايز ذا ايكويشن اكس بلس واي ايكوال 5، يبقى انا عايز تو نمبرز السم بتاعهم يدينا 5. هل نيجاتيف 1 بلس 4 يدينا 5؟ لا. هل نيجاتيف؟ لا طبعا. 1 بلس نيجاتيف 4؟ لا. 1 بلس 4 اه تمام، البلس بتاعهم يدينا 5. طيب بقول لي هنا if the two straight line which represent the two equation x plus 3y equal 4 و x plus ay equal 7 parallel، هنا x وهنا x، جميل، يبقى 3y يبقى هنا ال a برضو ب 3 يبقى ال a equal 3. ماشي، بعد كده بالنسبة لنا بيقول لي هنا كده example حاجات terms بالنسبة لي كده AB equal 3 AB power 2 equal 12. طيب نبدأ نعمل اللي smaller عندي الAB، يبقى نعمل divide الAB هنا كده وهنا divided 3، الA هتكنسل مع الA، B power 2 divide B يدينا B، 12 divide 3 equals 4، يبقى الانصر عندي هتبقى 4. طيب لو اداني example بالشكل ده كده set of zeros، set of zero يبقى انا عايز هنا النمبر اللي يدينا هنا زيرو. طيب اولا ممكن نعمل سبستيوت او اخد x باور 2 ماينس 25 ايكوال زيرو، يبقى هنا هيروح بالبوستيف، يبقى x باور 2 ايكوال 25، يبقى x هيبقى بوستيف اور نيجاتيف روت 25، يبقى x عندي بوستيف اور نيجاتيف 5، يبقى دي سيت اوف زيروز. طيب اكزامبل ده مهم قوي، لو قال لي سيت اوف زيرو اوف ذا فانكشن وجاب لي فراكشن فانكشن كده يا جماعه fx x minus 3 over x plus 2، ادي set of 0 بتكلم عن numerator بالنسبة لي، يبقى ال x minus 3 equal 0 يبقى ال x equal 3. تمام يبقى set of 0 بنتكلم عن numerator. طب لو قال لي الدومين بقى هيبقى r minus هنا negative 2، يبقى الدومين بتكلم عن denominator، اما set of 0 يبقى numerator بالنسبة لي. طيب ممكن تاني هنا برضو choose، لو قال لي the set of 0 fx x power 2 plus 1، طيب ده sum of 2 square، لما اجيب set of 0 ما عنديش factorize دي، يبقى set of 0 هنا دايما هتدينا 5. طيب لما يجي لي سؤال ذا ديجري وفي طلب عندنا اتصلوا بينا قلنا على الاكزامبل ده الديجري اوف ذا ايكويشن x plus 3y plus xy equal 7، هنا first وهنا first، اما هنا second لان ده multiply، يبقى ده second degree. طيب الاكزامبل ده بيقول لي x power 2 minus y power 2 equal 40، x plus y equal 10. طيب عايزين نتعامل مع دي، طب ده ليه فاكتورايز بالنسبة لي هنا x power 2 minus y power 2 يدينا x و x فاكتورايز، وال y power 2 y مرة بوستيف والتانية نيجاتيف، وبقول الكلام ده equals 40. تمام وانا معايا كده في الاكزامبل ان ال x plus y ب 10، يبقى هنا 10 10 تايم كام يدينا 40؟ 10 تايم 4، جميل. طيب بعد كده برضو example مشهور جدا nx x minus 1 over x minus 2 then the domain of n power negative 1. طيب n power negative 1 الميننج بتاعها المultiplicative inverse، جميل، multiplicative inverse يبقى نجيب الدومين up و down، يبقى r minus 2 and 1. تمام لو قال لي domain of the function nx x plus 2 over x minus 1 هنجيب الدومين كده، هو قال لي الدومين بس يبقى الدومين down بس، يبقى r minus 1، وبالك عشان الريمارك بتاع 3 اكزامبل دول
لو قال لي the function f where f x x minus 2 over x minus 5 had additive inverse، عايزين الدومين، الدومين للاديتيف انفرس هو هو الدومين للفانكشن، هيبقى r minus 5. يبقى نفس القصه، يبقى الدومين للn باور نيجاتيف 1 اللي هو المالتيكاتيف انفرس بنجيب اب وداون، اما الدومين للفانكشن بنجيب داون بس، اما الدومين الاديتيف انفرس داون. يبقى انا عندي اب وداون في كيس واحده لما يكون n باور نيجاتيف 1 اللي هي المينينج بتاع المالتيبليكاتيف انفرس. تمام. طيب ممكن اكزامبل تاني هنا على البروبابيليتي، لان انا معايا كده 6 اكزامبل بتوع الايه للتشوز. بيقول لي A and B are mutually exclusive events. A and B mutually exclusive events، يبقى الانترسكشن يدينا 0. تمام. لو قال لي probability A plus probability A dash sum لل A وال A dash، يبقى sum of probabilities يدينا 1. طيب اكزامبل تاني، الريماركس دي هتلاقي منها في الامتحان كده كده، لان الحاجات دي اللي هي بيلعب على الريماركس في التشوز. لو probability A equal probability A dash، هنا يبقى ده equals half وال A dash half. طب ليه يا مستر؟ لان الصم بتاعهم ب1، يبقى probability A equal half. تمام. طيب لو بيقول لي هنا if the probability of student success 95%، يبقى probability of failure. تمام كده، الناس اللي مركزة ده 95%، يبقى remainder 5%. تمام. برضو على probability الريمارك التانية، هو بيقول لي هنا A and B are two events of the random experiment. ال A subset لل B. انا عايز الناس تتعلم حاجة هنا، ال first دايما هو ال intersect وال second ال union. طب هو عايز ال union، يبقى ال union equal مين هنا؟ ال B. طيب بعد كده الاتنين remarks دول هي حاجات قديمة بالنسبة لي. probability of sure event او certain event يدينا 1. طب probability of impossible event بيدينا 0. طيب كده احنا اشتغلنا revision لتشوز على ايه المنهج كله. هنبدأ ناخد lesson lesson. أول حاجة هنا find solution set of the set of the equation algebraically. مديني x minus y equal 5 و 3x plus y equal 11. لو أنا ركزت كده هلاقي هنا ال y وال y ال x وال x مش same. طيب ال y وال y هنا negative وهنا positive وهما same coefficient، يبقى نقدر نشتغل عادي. هعمل كده x negative y equal 5 و 3x plus y equal 11. هنعمل الصم. طب ليه يا مستر الصم؟ لان انا عندي هنا في انفرس للساين، هيكنسل نيجاتيف اكس نيجاتيف واي مع البوزيتيف واي، يبقى عندي هنا في 1 اكس 1 اكس بلس 3 اكس يبقى 4 اكس 5 بلس 11 16. هنعمل اوفر 4 واوفر 4 يبقى الاكس ايكوالز 4. جميل. طب عايزين نجيب بقى الواي، ممكن نعمل سبستيتيوت هنا، هيبقى 3 تايم 4 بلس واي ايكوال 11. طيب يعني 12 plus y equal 11، اهو الدبل ماينس، يبقى ال y 11 minus 12 يبقى ال y equals negative 1. طيب solution set، يا ريت بقى الناس بعد ما نخلص example ما ندمرش كل ده. solution set بيبقى عندي ordered pair x and y، ال x عندي 4 وال y negative 1، لازم ال ordered pair يبقى معمول بستبس واضحة كده. طيب ممكن يجي لي ال example بس يجي لي application عليه. طيب application بمعنى انه اجيب لي story problem كده، طبعا حاجات واضحه جدا. بيقول لنا two acute angles، يتكلم على acute angles in the right angle triangle. طب two acute in the right angle triangle الصم بتاعهم عندي بيبقى 90. اقول له let two angles x and y، يبقى عندي كده x plus y equals 90. جميل. and the difference يا مستر المينينج بتاعه minus. جميل. difference between their measure 50، يبقى x minus y equals 50. تمام. طب ما انا عندي كده الاكس والاكس same sign والواي والواي difference، طب ما ممكن نشتغل معاه عادي، يبقى x plus y equals 90، x minus y equals 50 ونعمل plus، هنلاقي الواي تكنسل مع الواي هيطلع 2x 140. جميل. يبقى الاكس عندي بكام؟ 70. تمام. يبقى الـ x بـ 70. طيب تبقى الـ y عندي 70 plus 20 دي 90، يبقى الـ y بـ 20. هقوله في الآخر هنا بقى من الـ solution set هنا two angles 70 degree and 20 degree. جميل. طيب كده اتحركنا على الـ first degree. طيب عندنا بعد كده second degree اللي هو using general formula أو general rule.
وده اكزامبل اساسي. والفورم اللي عشان نشتغل عليها دي اللي هي سولف ار اكس باور 2 ماينس 2 اكس ماينس 6 ايكوال 0. تمام، انا عندي الاوردر مظبوط. طب الاي عندي كده مستر ب1 والبي نيجاتيف 2 والسي نيجاتيف 6. هنجيب الفورميولا اكس ايكوال نيجاتيف في بلس اور ماينس روت بي باور 2 ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي. نعمل سبستيتيوت نيجاتيف البي عندي نيجاتيف 2 تمام بلس اور ماينس روت البي عندي نيجاتيف 2 باور 2 ماينس 4 الاي عندي ب1 والسي بنيجاتيف 6 اوفر 2 اي. هيطلع عندي 2 بلس اور ماينس 4 بلس 24 يبقى 28 اوفر 2. طيب هيطلع معايا الاكس ايكوال والاكس ايكوال هيطلع 1 بلس روت 7 1 ماينس روت 7. طيب لازم اركز في اخر اكزامبل لان الناس بتوه في الامتحان في الحته دي ابروكسيميت تو ديسيمال، يبقى لازم نجيب ده تو ديسيمال. هنجيب تو ديسيمال هيطلع 3.65. طب هنجيب ده ديسمال هيطلع عندي نيجاتيف 0.65. هنا هيطلع نيجاتيف 1.65. لو جاب لي كده الاكزامبل الثالث في يونت 1، يبقى انا يونت 1 اللي هو solving two equation first degree algebraically using general formula وعندي solving first degree and second degree algebraically. طيب اول حاجه x plus 1 equal 0 ده اسهل فكره بالنسبه لي ان هودي الاكس سايد الثاني بالنيجاتيف يبقى الاكس equal نيجاتيف 1. يبقى انا اعمل substitute هنا الاكس بنيجاتيف 1 هيطلع عندي كده نيجاتيف 1 باور 2 plus y باور 2 equal 17. نيجاتيف 1 باور 2 عن 1 بلس y باور 2 يدينا 17. يبقى ال y باور 2 او الدبل ماينس يدينا 16. جميل، يبقى ال y بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت 16 يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف 4. يبقى انا عندي 2 اوردرد بير. الاكس عندي يا مستر نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 اللي هي كونستنت، اما ال y 4 ده السولوشن ست. ده الجزء الايه الايزي قوي. طيب في جزء تاني شكل تاني هنحل على كل فيجر. بيقول لي هنا x minus y equal 0 وهنا x باور 2 minus y باور 2 equal 3. طيب ما انا ممكن كده برضو احرك ال 2y بالبوزيتيف يبقى ال x equals 2y ادي equation number 1. نعمل substitute هنا ال x مكانها 2y هيبقى 2y باور 2 minus y باور 2 equal 3. ده ترم واحد يبقى البراكت هيطلع ترم يبقى هنا يبقى 4 y باور 2 ماينس y باور 2 ايكوال 3 يبقى 3 y باور 2 ايكوال 3. هنعمل divisible by 3 divisible by 3 يبقى ال y باور 2 يدينا 1 يبقى ال y بوزيتيف اور نيجاتيف 1. الو جاي السلام عليكم. الو ايوه ازيك يا الو جاي؟ الحمد لله تمام. عملت ايه في الجيومتري؟ الحمد لله تمام كان كويس. تمام يا الو جاي، ليك اي سؤال معانا؟ كان عندي سؤالين شويه وسؤال عايز افرجك عليه بس. طب ممكن تعلي صوتك شويه؟ اوكي، في سؤال في المالتيبل تشويس. اتفضلي قولي. The equation of the symmetric axis of the curve of the function ايوه f of x equal x squared minus 4 is when the choices x تمام. equal مفيش مشكله ادي اكزامبل 1 هنا عايز equation of axis of symmetry تمام. example 2 ايه بقى كده؟ حضرتك كنت لسه حلو بس انا عايزه عشان ما فهمتوش بس كان بيقول انه ال AB equal 3 وال AB square equal 12 ماشي مفيش مشكله فانا بس ممكن حضرتك تبقى AB equals 3 و AB squared equals 12 تمام. حاجة تاني؟ هو لما يكون في الـ equality of two equations لما يكون الـ simplest form هو بس الدومين مختلف تمام كده الـ n1 equal n2 ولا؟ لا هنوضحها الوقت دي
تمام تمام مفيش مشكله. هو جه النهارده في الجيزه الاكزامبل ده هقوله لك دلوقتي. تمام اوكي طيب بس كده العفو. هنا الاثنين اكزامبل قالتهم جاينا كده. هنا لما يقول لي الايكويشن اوف اكسس اوف سيمتري اكس باور 2 ماينس 4 الايكويشن اوف اكسس اوف سيمتري هنا الفيرتكس عندي بتبقى 0 نيجاتيف 4. ايكويشن اوف اكسس اوف سيمتري حاجه من الاثنين يا اما هيبقى واي اكسس وانا السؤال ده انا عارف انه موجود فمش مكتوب في التشوز واي اكسس. واي اكسس معناها اكس ايكوال 0 يبقى معايا تو انسر دول. يبقى لو جالي تشويس اما الايكويشن اكسس اوف سيمتري اكس باور 2 ماينس 4 وده مرتبط بالجرافيكال ففي الاغلب مش هيجي بس برضه هنقوله. يبقى ايكويشن اوف اكسس اوف سيمتري لده هيبقى الواي اكسس اور ايكويشن ات اكس ايكوال 0 الاثنين صح. طب هنا بقى لو جايين اي بي ايكوال 3 اي بي باور 2 ايكوال 12 ده السمولر هعمل هنا ديفايدد اي بي في السايد ده وهنا ديفايدد 3 تمام. اي ديفايدد اي هتتكنسل بي باور 2 ديفايد بي هيدينا بي 12 ديفايد 3 دينا 4 بس كده. هنيجي نكمل الاكزامبل اللي احنا كنا فيه بقى معلش اللي هو الفيرست والسكند. كده الواي عندي طلعت معايا بوزيتيف اور نيجاتيف 1. طيب يبقى انا معايا كده الواي ب1 اور الواي بنيجاتيف 1. طيب عشان اجيب الاكس الاكس ايكوالز 2y يعني 2 تايم 1 ادينا 2. طب والاكس هنا 2 تايم نيجاتيف 1 بنيجاتيف 2 يبقى انا عندي الاوردرد بير الاكس هنا 2 والواي 1 والاكس نيجاتيف 2 وهنا نيجاتيف 1 تمام. اخر شكل واهم شكل بالنسبه لي اللي هو الفيرست والسكند ديجري بس هيبقى عندي 2 ايكويشن بقى هيبقى عندي 2 فاريبل اكس والواي. بيقول لي هنا في الفيرست ايكويشن اكس ماينس واي ايكوال 1 من اكس باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال 25 هودي الواي هنا بالبوزيتيف هيبقى الاكس ايكوال 1 بلس واي. جميل قوي. وابدا اتعامل هنا هعمل سبستيتيوت يبقى انا الاكس هحط مكانها 1 بلس واي يبقى انا عندي هنا 1 بلس واي باور 2 بلس y باور 2 ايكوالز 25. طب ده بيطلع عندي كام ترم؟ 3 ترم. اول ترم ال1 باور 2 اللي هو 1 بلس y باور 2 الميدل ترم هيبقى بوزيتيف عشان هنا بوزيتيف 2 باي فيرست باي سكند 2 باي 1 ب 2y بلس y باور 2 ايكوال 25. جميل. هلا عندي في لايك y باور 2 بلس y باور 2 يدينا 2y باور 2 وهنا بوزيتيف 2y هندخل ده بالنيجاتيف هيبقى عندي بوزيتيف 1 ماينس 25 ايكوال 0. امشي ستيبس واحده واحده احسن. ادي 2y باور 2 بلس 2y هنجيب هنا 1 ماينس 25 في نيجاتيف 24 ايكوال 0. الاقي هنا في سمبليفاي اقدر اعمل ديفايد 2 هيطلع عندي y باور 2 بلس y ماينس 12 ايكوال 0 عملنا ديفايد 2. طيب ممكن نكملها كده بقت عندي الايكويشن هنا y باور 2 ماينس واي سوري بلس واي ماينس 12 ايكوال 0 هيطلع عندي فاكتورايز 2 براكت ادي واي واي كام باي كام ايكوال 12 والماينس يدينا 1 هيبقى 4 تايمز 3 هنا بوزيتيف وهنا يبقى الواي ايكوال نيجاتيف 4 والواي ايكوال 3. طب الاكس كانت معانا الايكويشن بتاعتها الاكس كانت 1 بلس واي وهنا الاكس 1 بلس واي تمام يبقى 1 بلس نيجاتيف 4 هيطلع نيجاتيف 3 والاكس في السايد الثاني 1 بلس 3 هيطلع معايا 4 يبقى الاوردر تبير هنا نيجاتيف 3 في الاكس ونيجاتيف 4 في الواي 4 في الاكس و3 في الواي. جميل كده يونت 1 بالنسبه لنا انتهى اللي هو الفيرست يونت. طيب نيجي على الاكزامبل اللي هي سالت عليه بقى بالنسبه لنا دلوقتي لو جاي اللي هو بروف ذات n1x ايكوال n2x for the value x which belong to common domain. هنا قال لي n1x equal n2x يبقى كده ممكن الدومين not equal بس المهم ان السمبليفاي هيطلع equal. طيب عشان نحل الاكزامبل ده انا معايا n1x انا بحلها كان انت بتحل في الامتحان بالظبط x باور 2 minus 4 وهنا x باور 2 plus x minus 6 تمام باخدها كده في البارت ده في البيبر عندي هعمل هنا فاكتورايز يطلع معايا 2 براكت x و x وال 4 2 2 مره بوزيتيف والثانيه نيجاتيف اما هنا هيطلع تراينوميال يبقى x بلس 3 و x ماينس 2
بعد كده نجيب دومين 1 يا مستر قبل ما كنسل r minus لدينا negative 3 وهنا positive 2 يعني كده هنكنسل كنسل براكت x minus 2 مع x minus 2 هيطلع معايا n1x equal x plus 2 over x plus 3 جميل قوي. طب ال n2x بقى ركز معايا عشان n2x دي جامده شويه x power 3 minus x power 2 minus 6x x power 3 minus 9x. لو انا خدت بالي الاقي ال x حصلت common في ايه في النوميريتور هاخد ال x highest common factor وافتح براكت x power 3 divide x يدينا x power 2 x power 2 divide x يدينا x minus 6 وهنا اخد x وافتح براكت بقى x power 2 minus 9 في factorize تاني جميل قوي وانا قصد example ده عشان تبقى عارف ان ممكن factorize بقى في factorize تاني اخد x وافتح 2 brackets ادي trinomial هيطلع x minus 3 x positive 2 تمام وهنا x ده difference square هيطلع x minus 3 x positive 3. طيب هنجيب domain 2 r minus 0 و 3 و negative 3 طب n2x هنكنسل هلاقي كنسل معايا الx مع الx و x minus 3 مع x minus 3 بقى معايا x plus 2 فوق وتحت x plus 3. طيب نقف هنا بقى كده الدومين 1 والدومين 2 والان 1x والان 2x الدومين كده not equal لكن هنا equal يبقى لو طلب مني ان 1 وان 2 كده لو جايين يبقى not equal لازم يكون الاثنين equal بس هنا في الاكزامبل هو طلب مني ان 1x equal ان 2x بعد كده طلب الكومن دومين. طب ايه هو الكومن دومين بقى عشان الناس ما تغلطش معايا الكومن دومين r minus الدومين اللي معايا في الاكزامبل كله يعني نيجاتيف 3 و2 من هنا يعني نيجاتيف 3 و2 وهنا عندي 0 و3 والنيجاتيف 3 خلاص كتبناها مره يبقى الكومن دومين باخد الدومين في الايه في التو فانكشن. طيب واحده ثانيه على الايكواليتي لما يقول لي بروف ذات اللي هو هيطلعوا ايكوال بيقول لي هنا كده n1 x 2x over 2x plus 8 وال n2 x x power 2 plus 4x over x power 2 plus 8 x plus 16 هو بيقول لي هنا prove that n1 equal n2 يبقى هيطلعوا equal بس نمشي بستبس بقى احسن هنا عند ال n1 x نعمل factorize 2x ملوش factorized جميل ركز مع اللي تحت ده كده 2x plus 8 الاقي 2 highest common factor بقى معايا x plus 4 هنجيب domain 1 r minus هنا مفيش حاجه لكن هنا يدينا negative 4 جميل كان cancel 2 مع 2 يبقى ال n1x في simplest form فوق عندي x وتحت x plus 4 جميل قوي نيجي هنا ال n2x الاقي فوق عندي ال x common يبقى x plus 4 تحت عندي فاكتورايز ده بيرفكت سكوير هيطلع x plus 4 و x plus 4 تمام الدومين 2 r minus negative 4 و negative 4 خلاص هنكنسل براكت مع براكت يبقى ال n2x بقى x over x plus 4 جميل قوي يبقى انا عندي هنا هقول له سنس الدومين 1 والدومين 2 وال n1x وال n2x وال n1 وال n2 طيب عشان لو قال لي y الدومين 1 والدومين 2 هنا كده ايكوال وال n1x وال n2x ايكوال يبقى هنا ايكوال يبقى طالما طلب مني بروف ذات n1 ايكوال n2 بشتغل كده. طيب لو جالي هنا سؤال ملتبلاينج هنبدا نشتغل عادي هاخد الاكس كومن هيبقى معايا x plus 2 وهنا هيطلع عندي 2 براكت براكت سمولر وبيجر هيبقى x minus 3 x power 2 minus هتبقى positive 3 x positive 9. طيب ده مستر ملوش فاكتورايز عشان ده هو نفس البراكت اللارج اللي هنا وادي x plus 2 هنجيب الدومين r minus ده يدينا كده 3 وهنا negative 2. طيب اتفقنا بعد كده هنكنسل هنا x plus 2 مع x plus 2 واللارج مع اللارج يبقى ال nx بقى ريميندر عندي فوق x وتحت x minus 3 جميل ده على الديفايد. طيب
لو جاب لي اكزامبل هنا على n باور نيجاتيف 1x بيقول لي هنا nx equal 2x minus 7 over x plus 4. طيب هو عايز n باور نيجاتيف 1x، يبقى انا هيبقى x plus 4 فوق وتحت 2x minus 7. طيب هنجيب الدومين باور نيجاتيف 1 هيبقى r minus هيدينا تحت كده 7 over 2 وفوق نيجاتيف 4. طيب طلب مني n باور نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 هنا مش موجود، يبقى اعمل سبستيوت عادي يا جماعه، نيجاتيف 1 بلس 4 و2 باي نيجاتيف 1 ماينس 7 هيطلع معايا كده 3 اوفر نيجاتيف 9 هيطلع نيجاتيف 1 اوفر 3. طب لو قال لي n باور نيجاتيف 1 نيجاتيف 4 مش ده موجود في الدومين، يبقى ده ما ينفعش بالنسبه لي، يبقى undefined. طيب فاضل لنا الاوبريشن الثانيه اللي هي البلس والماينس. لو جاب لي كده هنا الاكس ملهاش فاكتورايز، وادي الاكس بلس 2 بلس 2 اكس باور 3 برضه مفيش فاكتورايز، هلاقي تحت عندي الاكس باور 2 كومن هيبقى اكس بلس 2، هنجيب الدومين برضه ار ماينس نيجاتيف 2 و0 وهنا خلاص. لما اجي كانسل اتفقنا ان انا بشتغل على بارت بارت، يعني هعمل كده في حاجه تكنسل، لا يا مستر، يبقى هنا اكس اوفر اكس بلس 2 بلس. طيب هنا في حاجه تكنسل، ايوه في x باور 3 و x باور 2 بقى معايا فوق x بس، يبقى هنا بقى معايا فوق 2x وتحت عندي بقى x بلس 2، الاقي الدومينيتور بقى كومن اخد x بلس 2 واحده واعمل x بلس 2x يدينا 3x. تمام. طيب ده كده الاوبريشن بتاع البلس والماينس. طيب ممكن بقى البروبابيلتي لو جالي اكزامبل بالشكل ده، بيقول لي هنا A و B are two even from random experiment، probability A 3 over 8 وال B 3 over 4 وال intersection 1 over 4. طيب نطلع الداتا هنا عشان نبقى شغالين مع بعض. ال probability A 3 over 8 ماشي، وال probability B 3 over 4 وال probability intersection quarter. طيب هو عايز مني A union B، قلنا probability A plus ال B minus ال intersection. يعني ايه يا مستر؟ يعني هنعمل 3 over 8 plus 3 over 4 minus quarter. معايا كده؟ هيطلع معايا 7 over 8. طب number 2 لو طلب مني ال A dash، قلنا 1 minus probability ال A، يعني 1 minus 3 over 8 هيطلع 5 over 8. دي لعبة مهمة جدا. لو قال لي على الريمارك بس البسيطة دي اللي هو if A و B are two mutual exclusive events، اخر حاجة بالنسبة لي لو قال لي mutual exclusive event قلنا يبقى ال intersection بيدينا زيرو. جميل قوي، بيديني probability A واليونيون، عايزين ال B، probability ال B يبقى الماينس اليونيون minus probability الـ A، يعني هيبقى 5 over 12 minus 1 over 4 هيطلع 1 over 6 1 over 6. يبقى أنا كده بالنسبة لي كده الأنسر هيطلع معايا 1 over 6. طيب كده بالنسبة لنا احنا الحمد لله حلينا على كل حتة في المنهج، خدنا تشوز وكمبليت. عايز اعزائي الطلبه راجع كده الاكزامبلز دي تاني، بعد كده حل الامتحانات اللي في اخر كتاب المدرسه، والامتحان ما بيخرجش عن الافكار دي اللي هي الاوبريشن بالنسبه لنا. انا كنت سعيد معاكم الموسم ده، انتظرونا السنه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.